إبليس يغير العنوان، يعني الحرية في طاعة الله، الحرية الحقيقية أن تتحرر من شهواتك ورغباتك وأهوائك، أن تكون أنت المسيطر على شهواتك، مو الشهوات مسيطرة عليك، أن يكون عقلك مسيطر على عينك وإيدك وأذنك وبقية جوارحك، مو أن جوارحك هي المسيطرة عليك. لكن يأتي هذه الحرية، الحرية الحقيقية هي في عبادة الله ومعصية إبليس. إبليس يجي يغير القضية، يسمي المعصية حرية. شكو أنت متقيد وملتزم؟ ليش؟ يقول لبنية ليش أنت ملتزمة بالحجاب؟ خليك حرة. شو المعنى حرة؟ شايف أن بعض القنوات التي تدعو إلى معصية الله وهي ضد الدين وضد مصلحة الشعوب سموها الحرة، قناة الحرة، يعني هاي تدعو إلى الحرية. شنو الحرية اللي تدعو إلى؟ الحرية التي تدعو هذا النوع من القنوات إليها هي حرية الفسق وحرية الفجور وحرية المعصية وحرية الجريمة. أنت حر، ارتكب ما تريد، هذه مو حرية، هذه اسمها معصية، وهذا اسمه طاعة إبليس، خلاصة القضية. لكن إبليس غير العنوان.